هنا أصدقاء النظارة ملعب التاريخ سان سيرو أو يسمى أيضا جوزيب مياتسا ملعب الميلانيين الإنتر والميلان وبداية الشوط الثاني الآن في هذه المباراة. هذا الفريق تحسه يلعب السهل الممتنع كرة وتمريرة في مكانها في قدم زميله. كرة للنيراتسوري إنتر. فرانك ريبيري لم يرتقي مستواه في الخمسة وأربعين دقيقة الأولى لحقيقة إمكانياته. عبد الله يتخطى لاعب الخصم بكل سهولة. كارلوس باكا صدق أو لا. تصدق هذا الحارس مجنون. توقعت هدف لكنه أنقذ الموقف. المدرب جاهز في فكره وتبديل الآن. تسديده وكرة على الجول فرصة كبيرة لكسر التعادل. أمانة هي كرة خرجت من كرش الحوت. مهارة عالية بكل تأكيد. خافي مارتينيز توماس مولر كرة ترجع بحوزة الإنتر من الممكن ركلين تغيير باش يتم في هذه اللحظات
متوالى الركنيات. ممتازة جدا من الدفاع، استخلاص رائع للكرة. تمريرة مميزة. هناك لاعبين في تمركز جيد، لكن قطع الكرة يمنع الفرصة. دائما نحكي في كرة القدم على أن الأفضلية والأرجحية تكون لمن يملك الكرة أكثر. الآن مباراة متوازنة لأنه نسبة الامتلاك أيضا في الكرة أيضا متقارب جدا. من يملك وسط الملعب هو من يملك نسبة السيطرة على الكرة في المواجهة. أوه، لقد جاء الدعم هنا. كارلوس باكا، ريكاردو مونتوليفو. فرانك ريبيري. دومينيكو كريشيتو. بورخا فاليرو. كرة ستعود للملعب من التماس. قرار من المدرب أنه يبدل أحد اللاعبين. خافي مارتينيز، سيباستيان جوفينكو، ما زالت النتيجة متعادلة والميلان ما زال يبحث عن السبق. سيباستيان جوفينكو، فرانك ريبيري. الكرة معهم الآن في نصف الملعب. بورخا فاليرو. التعادل بعد 90 دقيقة. لما تشوف ملامح وجهه تحسه ما عنده ثقة في التسديدة. لاعب يمشي يضرب التسديدة. كرة ممتازة ويجد الزاوية في ميلا برشا. تشادو بروك العصاب يختار الزاوية وكور. قبل تنفيذ ركلة الجزاء يجب أن أقول أنه يبدو عليه القلق، كل ملامح وجهه توحي بذلك. تواصل لمسلسل ضربات الحظ في اللوتيرية، يتقدم الحارس. برافو، ممتاز، منعرج ركلات الترجيح. هذا ممكن تقول عليه ليس واثق الخطوات، يمشي مرتد، يتقدم اللاعب ويسجل. إذا يسجل ضربة الجزاء هذه سيفوزون. الإيقاع
متواصل في الركلة الترجيحية، يتقدم اللاعب وينفذ الجول. ضربة جزاء دائما هي الفرصة الأكبر. ممكن المباراة لأنه اللاعب يكون رأس رأس مع الحارس ويظل يحطها في مكانها. برافو، تمكن من تحقيق مقولة 99%. بورخا فاليرو، شرف المحاولة نجاح، والتسجيل هو أكبر نجاح. الركنية للإنتر، يتخطى لاعب الخصم بكل سهولة. كارلوس باكا، صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. الإثارة تتواصل في الركلة الترجيحية.